مشاهدينا الكرام، نتابع معكم مجريات الأحداث بعد قصف الجيش الإسرائيلي لنفق يتبع للمقاومة واستشهاد حتى هذه اللحظة 6 مقاومين وبعض المواطنين. على كل معي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ خالد البطش. أستاذ خالد البطش، هذا حدث يعني واضح أنه كبير جدا، ما هو تعليق حركة الجهاد الإسلامي على هذا الحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نتقدم بالتعزية من ذوي الشهداء، من أبناء شعبنا، من حركة المقاومة الإسلامية حماس الذي سقط لها شهيدين في هذا الهجوم، ومن سرايا القدس وقادتها الذين ارتقى منها اليوم قائد المنطقة الوسطى الشهيد عرفات أبو مرشد ونائبه الشهيد حسن حسنين. نحن نعتبر أن هذه المحاولة الإسرائيلية لخلط الأوراق في قطاع غزة بعد مأزق حكومة الاحتلال التي تعاني الفساد والاتهام بالفساد ومحاولة السقوط في كل لحظة، هي جاءت هذه المرة تستعين بالدم الفلسطيني على حساب الدم الفلسطيني مرة أخرى للخروج من مأزق الداخل. هو نتنياهو كالعادة عندما يواجه أي اتهامات بالفساد أو محاولة أو مأزق لفك حكومته يذهب باتجاه التصعيد على أبناء شعبنا في غزة. اليوم الثمن والفجعة كبيرة. نحن نقول لهذا العدو من غير المسموح أبدا أن يغير قواعد الاشتباك هو، وأن يفرض لنا معادلة جديدة مفادها أنه بإمكانه أن يقصف ويغتال ويدمر وقت ما شاء، ثم علينا نحن أن نلتزم الهدوء. هذه معادلة انتهيناها في 2014 و2012 وفي كل معاركنا التي خضناها مع هذا العدو. لذلك نحن نحمل المسؤول عما جرى اليوم في المنطقة الوسطى، وهو يتحمل تداعياته، وهو سيدفع ثمن هذه الجريمة، لأن دم أبناء شعبنا ودم قادة سرايا القدس وكتائب القسام وأبناء شعب ليس بالدم الرخيص، ومن غير المقبول مرة أخرى أن يحدد هو وأن يفرض عليه هو قواعد الاشتباك على الطريقة الإسرائيلية. أبو عاشور، هناك كما نلاحظ الآن حراك إسرائيلي أمني على الحدود مع قطاع غزة، بماذا تترجم هذا الأمر؟ هو ارتكب جريمته واستعد لها جيدا وبنى ونشر قبته الحديدية ولإسقاط الصواريخ، وذهب باتجاه العملية اللي بعملت الاغتيال المنظمة داخل أحد الأنفاق لقادة الحركة، لقادة حركة الجهاد وقادة سرايا القدس ذاها العسكر. لذلك نحن ندرك ذلك جيدا أنه يحاول يخلط الأوراق. أول أمس هناك محاولة اغتيال عبد الله توفيق أبو نعيم قائد القوى الأمن الوطني في غزة، فشلت العملية، ذهب بدرجة أعلى وهو الذهاب لضرب حركة الجهاد السامي. بكل أحوال دمنا ليس بالدم الرخيص، ولن نسمح له مجددا بتحديد قواعد الاشتباك كما يريد. في السؤال الأخير، الآن نتحدث عن جريمة كبيرة كما تحدثتم، قائد لواء الوسطى في سرايا القدس، عدد كبير من المواطنين ما بين مصاب وشهيد، هل من المبكر الحديث عن رد سرايا القدس؟ حقنا في الرد على هذه الجريمة وغيرها مكفول، حقنا في رد هذا العدو مكفول ومضمون، لا نجادل فيه أحد ولا يجادلنا فيه أحد، ومن غير المنطقي والمعقول أن تطلق يد العدو لقتل أبناء شعبنا ثم نتناقش داخليا في حقنا ورد والمقاومة. نحن نتمتع لدينا الحق المطلق في حماية أنفسنا وفي الدفاع عن أنفسنا وفي استمرار مشروع المقاومة حتى النصر والتمكين بعون الله. شكرا جزيلا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أبو عاشور الأستاذ خالد البطش. إذن أسلف في حديثه أن الرد مكفول لسرايا القدس، بأنه ما حصل مؤخرا من استهداف لعدد من المقاومين سيكون له تبعات في الفترة القادمة، وأكد أن هذا جاء خلطا للأوراق بعد محاولة اغتيال توفيق أبو النعيم قائد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة في ظل الحديث عن المصالح الفلسطينية. إذن على كل نترك الساحة الآن للفصائل الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية للرد، أو لنرى ما الذي سنراه في الأيام القادمة من تطورات بعد هذا الحدث الذي أودى حتى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها إلى 6 شهداء من مختلف المواطنين وأيضا عدد من المقاومين أبرزهم قائد لواء الوسطى في سرايا القدس وأيضا قائد ميداني 2 من كتائب القسام ممن حاولوا إسعاف زملائهم في سرايا القدس. هذا الحدث كان هذا تعقيب سريع لحركة الجهاد الإسلامي على هذا الموضوع. مشاهدينا، على أمل أن نلتقيكم في جولات قادمة وفي تعليق آخر على الحدث الذي استهدف نفق للمقاومة الفلسطينية. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.